فلنلتقي فلنلتقي لنعيش حلما واحدا فلنلتقي أوليس معنى عيشنا أنا نحب ونرتقي فلنلتقي فلنلتقي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في مستهل حديثي هذه الليلة في هذا الجمع المبارك أمام هذا المرقد الطاهر، أستفيد من أنفاسه المباركة أولياء الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون. نريد هذه الليلة أن نخرج بفائدة، مجرد أن نحتفل نقرأ الأشعار، أن يضيف أحدنا بعضنا بعضا، هذا كله من الشعائر الجيدة، ولكن المراد من ذكر أهل البيت عليهم السلام رحم الله من أحيا أمرنا، أحياء أمرهم معنى أشمل من الكلمات والقصائد. أحياء أمرهم يعني أحياء نفوسنا بهم. أمر الأئمة عليهم السلام محيا في العرش لا يحتاج إلى إحيائنا، أمرهم محيا، أنوار الله عز وجل بعرشه محتقين، نحن الذين نحتاج إلى أن نستضيء بنورهم وأن نحيا بحياتهم. إخواني، الزمان والمكان لهما أثر. النصف من شعبان هي المناسبة الوحيدة لذكر إمامنا، لكل إمام ولادة وشهادة. الزهراء عليها السلام لها أيام الفاطمية الثلاث. إمام زماننا هذه محطته، المحطة الوحيدة لذكره، ويا ليت أحدنا يبتكر طريقة لإحياء ذكره في العام أكثر من مرة. طبعا يوم الجمعة لأهله يومه، لا ينتظر المنتظر المحب الصادق، لا ينتظر نصف شعبان ليذكر إمام زمانه. في كل جمعة له ندبته، في الأعياد الثلاث يندبه، بل الأمر أعظم، في كل صباح ومساء يذكره. أحدنا في هذه الأيام ينظر إلى قلبه، على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كم نسبة شوقه إلى إمامه. لو أن الإمام أصلح الله أمره الليلة يصلح أمره في ليلة، والظهر في هذه السنة، هل أنت على مستوى الظهور؟ أن نحن نعلم خيار المنتظرين في زمان الغيبة هم خيار الذين ينصرونه في زمان الظهور، وكلنا أمل، لست من دعاة التوقيت أبدا، ولكن عندنا أمل أن أحدنا يدرك زمان ظهوره. الأحداث في العالم تغلي، الأوضاع تتغير بسرعة قياسية، نرجو ونأمل أن نكون من الذين يشهدون أيامه، ولكن هذا الأمل بحاجة إلى استعداد وإلى إعداد. كل واحد منا في مجال عمله يكون أهلا لهذه النصرة المباركة. بعد هذه المقدمة
أريد في هذا اللقاء المبارك ومضات مهدوية، لسنا في جامعة لنذكر بحثا أكاديميا، نريد أن ننتقل من فقرة إلى فقرة مهدوية، لعل مجموع هذه الفقرات نخرج من هذا المرقد المبارك بنفس جديد ولون جديد. أولا، ما معنى الانتظار؟ من هو المنتظر؟ علماؤنا في الفقه في الأصول عندما ندرس في الحوزات كنا كذا يقولون: لا بد من مراعاة مناسبة الحكم والموضوع. عندما يقول الملك: إذا جاءني أحدكم أعطيه جائزة كبيرة، لا يعني بالجائزة أمرا بسيطا. الواعد هو السلطان، مناسبة مقامه أن تكون عطيته يعتد بها. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، يعني ماذا؟ أفضل الأعمال أن نتمنى تمنيا، نذكر شعرا، نزور المراقد، هكذا. هذا هو الانتظار، أفضل الأعمال الانتظار، يعني التهيؤ. الحمد لله هذا البلد شهد الدفاع المقدس ضد أعداء الدين. عندما صدرت الفتوى من المرجعية، البعض المنتظر ماذا صنع؟ انتظر في الجبهات، جبهات القتال. انتظار الفتوى، انتظار الجهاد، يعني حمل السلاح، يعني الذهاب للخنادق الأولى. هذا هو المنتظر للجهاد. الذي ينام في المنزل لا يقال بأنه هذا من المجاهدين. إذن فعليه الانتظار معنى عملي، أن تعد العدة. نذهب إلى منزل ينتظرون ضيفا عزيزا منذ أيام وليالي، العائلة تعمل لانتظار الضيف. إذا جاء الضيف وأهل المنزل لم يعدوا شيئا، يقول الضيف: أنتم لا تريدون مجيئنا إليكم، لو كان عندكم شوق لأعددتم عدته. المنتظر الصادق هو الذي هيأ نفسه من كل الجهات. نهاره كما يقول أمير المؤمنين: هؤلاء في النهار أسود النهار، في الليل هم رهبان الليل، صافون أقدامهم، يرتلون القرآن ترتيلا. ترى أحدهم صامتا فإذا تكلم بذ القائلين. نعم، إذا تكلم صار من أحكم الحكماء. في الليل يتلو كتاب ربه. أحد المنتظرين الصادقين في يوم من الأيام رأيته، نهاره مميز ولكن رأيته حزينا: يا فلان ما بك؟ قال: البارحة قمت الليل وصليت صلاة الليل وقلت العفو، ولكن استغفاري لم يكن عن توجه، لم تجر دمعتي. ما هذه الصلاة؟ صاحبنا صلاها، استغفر، ولكن يقول: كنت أتوقع من نفسي ليلة مميزة أكثر من هذا. وللعلم هذا كان كاسبا، لم يكن من أهل العلم. نعم، هذا هو المنتظر الصادق. إذن إخواني، الانتظار معنى عميق، لا بد أن يكون أحدنا بمستوى هذا الانتظار. وأنا في حياتي هذه على قصرها أدركت بعض المنتظرين الصادقين. رأيت أحدهم عينه ذابلة من شدة البكاء في فراق مولاه. نعم، المنتظر هكذا. رأيتم بعض الأمهات ينتظر خلاص ولدها من السجن، تمر عليه السنوات لا من خبر لا من فرج، له شاب مفقود في جبهات القتال،
هذه الأم علامات الحزن والنعم والتأوه واضح على وجناتها، هكذا الذي يعيش حالة الشوق. إذن هذه ومضة مهدوية الانتظار. أسألكم سؤالا، لست في مقام لا قدر الله عز وجل بيان معنى غير إيجابي، ولكن أيضا ومضة مهدوية، ماذا تخاطب إمام زمانك؟ تقول يا بقية الله أدركني، كلنا يلهج بهذا الاسم بهذا النداء، يزين منزله دابته بهذا الاسم. أو تعلم ما معنى بقية الله؟ وهل لله بقية؟ رب العالمين تعالى أن يكون مجزأا، يعني جزء في السماء وجزء في الأرض، تعالى عن ذلك علوا. هل سألت عالما؟ هل سألت موجها ما معنى بقية الله؟ الجواب نأخذه في القرآن الكريم، هذا اصطلاح قرآني. شعيب عندما دعا القوم إلى عدم التطفيف في الكيل والميزان قال بقية الله خير لكم. نستفيد من آية هذا النبي لتطبيقه على إمام زماننا. راجعوا التفاسير. شعيب يقول أيها القوم نعم أخرجوا حق الله في أموالكم، المال الباقي، هذه البقية منتسبة إلى الله عز وجل، هذا هو الخير. إذن المال المتبقي، هذا المال الذي اكتسب من الحلال منتسب إلى الله عز وجل، يعني هذه البقية لله، بقية الله. إمام زماننا بقية الله، يعني على وجه الأرض هو الذي يمثله. هذا الوجود المبارك وجود منتسب إليه، أقرب القلوب إلى الله قلبه، هذا القلب قلب مقدس، ولهذا إن حظيت برعايته إن شملتك دعوتك هنيئا لك. أنا عندما أصل إلى هذا الحديث الصادقي حقيقة أستحي من نفسي، كونوا معي جيدا، نريد في هذه الفقرة أن نثير عواطفكم المباركة. إمامنا ولد قبل أكثر من 1000 عام، إمامنا شهد المآسي، ليس هنالك قلب منذ أن خلق الله آدم إلى هذا اليوم تحمل الحزن والأسى في قلب ولي الله الأعظم. النبي عاش ما عاش، أمير المؤمنين عاش ما عاش، ولكن هل تعلم وجودا في هذه القرون المتطاولة كم شهد من القتل والمآسي؟ هذه بغداد دمرت في زمان من هجم عليها هناك وغيرهم، هذا النهر امتلأ دما، امتلأت بالكتب التي أغرق فيها إلى آخره. هذا وقعت في أيام معدودة، يعني أيام من عمر إمامنا شهدت هذه المأساة الكبرى، فكيف بالقرون المتطاولة؟ والإمام لا يسمع الخبر سماعا، يراه بعينه. هذه المجزرة التي وقعت قبل كم سنة، نعم هؤلاء الذين قتلوا في المجزرة سبايكر كما يقال، الإمام رآهم وهم يقتلون ويرمون في النهر، ولعل البعض كان يقول يا أبا صالح أدركني، يسمع استغاثتهم. نحن شيعة أهل البيت، لحظة الشهادة، لحظة القتل والإعدام الظالم، عادة نستنجد به، هذه عادتنا. تخيل إنسان يقتل ويرمى به في النهر ويقول يا مولاي أدركني، ماذا يجري عليه؟
وهو مقيد بقيود زمان الغيبة لا يمكنه أن ينصر. لا الحادثتين لا أبالغ إن قلت ملايين الحوادث منذ زمان غيبته إلى الآن كم شهد من المآسي، ولكن كل هذه مقدمة لحديث إمامنا الصادق الذي لم يولد بعد ونعلم أنه ستقع عليه المآسي يحترق قلبك، ولكن بدرجة من الدرجات. الإمام ما ولد، ولكن الإمام الصادق عليه السلام يقول الراوي رأيته جالسا على التراب. البعض إذا أراد أن يدعو يجلس على التراب في هيئة المتذللين ويبكي بكاء الواله الثكلى، كله في وصف إمامنا الصادق عليه السلام ذات الكبد الحرة قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه. وجه الإمام يتقاطر أسى وحزنا وأبلى الدموع محجريه وهو يقول سيدي، يخاطب من؟ الإمام الصادق، ولده المسمى جعفر، ولده الرضا، ولده الجواد، ولده الهادي، ولده العسكري. كم من الأحفاد يفصله عن المهدي عليه السلام وهو يقول سيدي غيبتك نفت رقادي. عندما أتذكر هذه القرون الطويلة هذا يسلبني النوم. انظروا إلى الشفقة، إلى المحبة. سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. نحن هكذا، الإمام ولد، الإمام نزلت عليه المآسي، الإمام يبكي بدل الدموع دما، الإمام يتذكر مصائب جده. إذن كن مهدويا بدرجة من الدرجات، وأقولها سرا أو جهرا لا أدري، إن رق قلبك لغيبة إمام زمانك فاعلم أنك قريب إلى قلبه. إن دعوت لفرجه فاذهب إلى الروضة، روضة النبي في عمرة تحت قبة الحسين. أول ما تجري دمعتك قل يا رب لا أريد حوائجي، أريد حاجة إمام زماني. ما قيمة حوائجي بين يديه؟ يا رب إن استجبت لي فرج عني، عن مرضي، عن فقري. ولكن إذا فرجت عن وليك البشرية تنعم بالسعادة، المسلمون يتخلصون من الذل الذي هم فيه، إذن فرجه فرج للبشرية. ولهذا يقول أكثروا بالدعاء لفرجه فإن في ذلك فرجكم أنتم، أنتم المتنعمون بهذا الفرج. إذن هذه أيضا ومضة من ومضات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه لمحات، محطات مهدوية. أيضا من المحطات بحسب ما يسع الوقت بحسب طاقتي وطاقتكم أذكر بعض هذه الومضات، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. رب العالمين بهذه الآية، طبعا هذه الآية وقع فيه الكلام كثيرا بين المفسرين الذين لهم اهتمام بالقرآن الكريم، أذكر فقط بعض المفردات وأنت ابحث. أريد أن أثير شهيتكم العلمية، ولقد كتبنا في الزبور. المراد بالزبور هل زبور داود أو مطلق الكتب السماوية السابقة؟ الزبور بمعنى المزبور، إذن هذا بحث.
من بعد الذكر. ما المراد بالذكر هنا؟ القرآن الكريم أو التوراة؟ هنا بحث أن الأرض يرثها عبادي، أرض الجنة أو أرض الدنيا؟ هنا بحث. هذا المفسر المنسوب إلى أرض بغداد قوله من العام الآلوسي، إنصافا هذا الرجل من بين المفسرين له وزنه من بين مفسري العامة، عندما يصل لهذه الآية يقول الأرض، معنى كلامه يكون في حوزة المؤمنين، الحوزة يعني في حيازتهم، في حوزة المهدي أي في حوزة المؤمنين أيام المهدي ونزول عيسى. يقول هذه الأرض ستكون بحوزتكم أنتم المؤمنون، ومن الذي يرأسنا يقودنا؟ هو يقول المهدي عند نزول المسيح. صلى على محمد وآل محمد. روايات متواترة عند الفريقين بهذا المضمون المبارك. من الومضات المهدوية البعض يسأل لماذا ندعو لفرجه؟ الفرج مؤقت له زمانه، هل أن دعاءنا يوجب قرب الفرج؟ له دخل في الفرج؟ هنا رأيان. رأي يقول ظهور الإمام كالساعة، الساعة لا يجليها إلا لوقتها إلا هو، وكذلك الظهور في ساعة مؤقتة لا تتقدم ولا تتأخر. سؤال إذن لماذا ندعو؟ الدعاء فيه معنى من معاني إظهار الولاء والمحبة. تزور المريض على فراش الموت، تقطع بموته، ولكن أمام ذويه تدعو لشفائه. يقولون جوزيت خيرا على دعائك، دعاؤك لا يستجاب في حال الاحتضار، ولكن تتودد إلى ذويه بالدعاء لشفائه، هذا معنى عرفي. ولهذا البعض يقول ادعو لفرجه وإن كان هذا الدعاء لا يقدم ولا يؤخر. هناك رأي آخر يقول لا، الأمر ليس كذلك، كما أن الله عز وجل علق ظهوره على وجود العدد الكافي لنصرته، القادة 313، بعده جماعة من القوات، أنا رأيت في الخبر في الدرجة الثانية 10,000، هؤلاء الصف الثاني من قادته، وبعد ذلك مئات الألوف من أمثالكم بل الملايين. إذن الإمام إذا أراد أن يخرج بالإعجاز لخرج منذ زمن بعد وفاة أبيه العسكري، ينتظر الظرف الملائم، اجتماع الناصرين له. إذن كما أن العدد له أثر في تعجيل الفرج، كنوا معي في هذه النظرية، كما أن اكتمال العدد له أثر في تقريب الفرج، كثرة الدعاء أيضا لها أثر في تقريب الفرج. الكلام الكلام. إذن لا تقصر في الدعاء، أنا ما رأيت الخبر بنفسي كرواية مدونة، ولكن يقال معنى طريف، بنو إسرائيل فرعون يقتل أبناءهم، يستحيي نساءهم، رب العالمين ما استجاب. يقولون امرأة من بني إسرائيل ناجت ربها مناجاة بليغة، رب العالمين على أثرها قرر أن يهلك فرعون. معروف دعاء عجوزة بني إسرائيل، ماذا قالت؟ عجوزة ناجت ربها مناجاة طريفة، قالت يا رب أنا، معنى كلامها أنا في حيرة، أنا لا أدري أيهما أعظم،
ظلم فرعون أو صبرك عليه؟ يعني ظلم فرعون أخذ ينافس صبرك، بلغ الظلم إلى درجة لا ندري أيهما أعظم، صبرك أو ظلم فرعون؟ نعم يتفق هذا المعنى. بالمناسبة على كل حال هذه الرواية عندما أريد أن أطري القلوب أذكر هذه الرواية أيضا متعلقة ببني إسرائيل، قصة ضرخ العابد. سمعتم قصته؟ أجذبت بنو إسرائيل، انجذب تلك الأيام يورث الموت والقاحط بنو إسرائيل، وموسى يدعون ربهم، جاء الجواب لا أستجيب لأن فيكم من فيكم تعرفون بنو إسرائيل كم آذوا موسى، اتخذوا العجل إلى آخره، ولا زالوا إلى يومنا هذا يؤذون أمة النبي. جاء الخطاب يا موسى إذا دعا لهم برخ العابد أستجيب. هذه العجوزة قصتها ذكرناها، وهذه القصة رأيتها بنفسي في مصادرنا الروائية. برخ أين هو؟ لا يعلم مكانه أين. موسى في تنقلاته رأى إنسانا عليه سيماء الصالحين، قال ما اسمك؟ من أنت؟ قال أنا برخ. قال أنت طلبتنا منذ حين، نبحث عنك بحثا يا برخ، ادع الله عز وجل ينزل علينا الغيث. وإذا ببرخ العابد يقول يا رب انظروا إلى علاقة العبد بربه إلى أين تصل من الشفافية والقرب. تأسى ببرخ، برخ العابد رفع رأسه إلى السماء قال يا رب أتعصت عليك غيومك؟ هذه الأيام الغيوم لا تسمع كلامك أم عاندتك الرياح؟ رياحك متمردة عليك، سحبك انتهت، أم حجبتك ذنوب الخطائين؟ نحن منذ القديم قوم خاطئون، إذن ما الذي جرى؟ نفذت خزائنك؟ أخذ يكلم الله عز وجل كلام محب لمن يحب، أنزل علينا الغيث، أم ترينا أنك ممتنع يعني غاضب علينا؟ فنزل عليهم المطر. نعم، وإذا بالزرع نبت في مدة قصيرة. يعني بعض الأوقات دعوة من عبد صالح بقلب منكسر يستجاب. إذن المانع؟ رب العالمين يعجل من فرجه بدعوة من هذا القبيل. لا تستهن بالدعاء له صلوات الله عليه. قلنا مدرستان، البعض لا يشكل عليه تقول أن فرج الإمام منوط بدعائنا، قلت مدرستان رأيان، خذ هذا الرأي وخذ هذا الرأي، الأمر إليك. إذن هذه أيضا ومضة من الومضات المهدوية، نسأل الله عز وجل أن يكون مؤثرا في جلب نظرته الكريمة. المحب يراعي رضا محبوبه، علاقة الحب من أقدس العلاقات، المحبة يقال كالمغناطيس. برادة حديث متناثرة، قرب منها خشبة لا تجتمع، قرب منه قطعة من النحاس من الرصاص لا يؤثر، ولكن بمجرد أن يقترب المغناطيس وإذا بالذرات تتسارع. رأيتم فاصل بين المغناطيس والحديد، ولكن بقدرة قادر الذرات تتسابق. يقولون هذه جاذبية المحبة، رب العالمين أودعها بين الحجر والحديد. كن هكذا، كلنا مبعثرون، أحدنا يجلس ذهنه يذهب يمينا وشمالا،
هذه الرواية منقولة في الكتب، ما بحثت عن سنده. تكلموا في جمع الأفاضل، ونعلم في الأخلاق، في التأريخ، في غير الفقهيات لا نطالب بصحة السند، التسامح حتى في المستحبات، التسامح في الأدلة. هذه رواية أخلاقية نقلت، النبي الأكرم أحب أن أستفيد فائدة. يقول: لولا تمريج في قلوبكم، قلوبكم فيها هرج ومرج، وتزيدكم في الحديث، لكم ثرثرة، ثرثرة في القلب وثرثرة على اللسان، ماذا بقي؟ وأنت ساكت تثرثر، وأنت تتكلم تثرثر، ثم تقول الله أكبر، تريد أن تصلي صلاة الخاشعين، أنى لك هذا؟ تريد أن تزور أمين الله بتوجه، أنى لك هذا؟ القلب المبعثر لا يركز، لا في قراءة، لا في مطالعة، لا في دعاء، لا إلى آخره. الذي يجعلك تركز الحب الباطني، التعلق الباطني. جاءني أب اشتكي على ولده من السادة الكرام، يقول: ابني في مقتبل عمره وقع في فخ العشق المجازي، عشق الفانيات، العشق الذي لا مبرر له، عشق الشمائل، عشق الذوات إلى آخره. يقول: من أين عرفت أنه وقع في الفخ؟ شاب صغير أنا أعرفه كان يصلي خلفنا، ليس في سن الزواج ولا غيره، طيش الشباب كما يقال، انظروا إلى الحب ماذا يعمل. يقول: الطرف الآخر، تلك الفتاة، كتبت اسمها على ورقة الامتحان، وإذا بها تكتب اسم هذا الولد سهوا وخطأ. الحب ماذا يعمل حتى ينسيك اسمك؟ نعم، هكذا الحب. إذا كان حب شكل شبر في شبر، هكذا يفقدك اللب والفؤاد، فكيف إذا عشقت مظاهر الوجه الإلهي؟ أين وجه الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم، اللهم اشف مرضانا، داوي جرحانا، اللهم انصر المجاهدين في شرق الأرض وغربها، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، اجعل عامنا هذا عام النصر والفرج. اللهم من كان في جمعنا هذا له حاجة، اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا، عرفنا الإجابة فيما سألناك، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الشهداء جميعا، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلاة.